موقف بغداد بسبب يعني الظروف الداخلية، حروب المنطقة، حرب غزة، البحر الأحمر، سوريا، أيضا طبيعة علاقات القوة السياسية العسكرية داخل العراق. نذكر أن لإيران نفوذ واسع النطاق عبر الفصائل المسلحة لشكل ضغوط أمنية وضغوط سياسية على الحكومة العراقية. أيضا الإطار التنسيقي نفسه منقسم بين تيارات قريبة من الفصائل، بمعنى قريبة من الحرس الثوري الإيراني، وأيضا تنظيمات ممكن تتخذ موقف محايد أو موقف عموما لا يتسم بالحدة تجاه إيران. إذن الوضع السياسي العام، الوضع الأمني العام لا يسمح اليوم للعراق للذهاب إلى تصعيد عالي المستوى مع إيران، مع إدراك السيد رئيس الوزراء والشخصيات الوطنية الموجودة في التنظيمات الحزبية أن إيران ارتكبت جريمة حرب. يعني لا يمكن لعاقل أن يتغافل عن هذه الجريمة، باعتبار أن إيران قصفت بالصواريخ منزلا مدنيا وقتلت أشخاص مدنيين، وادعاءاتها الباطلة حول وجود موساد في هذا المكان كما حدث في السابق أن قصفت ب63 صاروخ، نفس الشيء تحت نفس الادعاء بوجود موساد. طيب هذه الادعاءات أيضا